أقف في إحدى قلاع ضاحية زيمون. هذه الضاحية دائما ما كانت الحدود الفاصلة لأوروبا المسيحية عن المشرق الإسلامي، عن الجيوش العثمانية، عن كل الجيوش التي كانت تأتي من الشرق لتدخل أوروبا القديمة. هذه العمارات هي في بلغراد الجديدة، ومن الضفة الأخرى بلغراد القديمة، وهذا هو نهر الدانوب، هذا النهر الذي شهد أتعس وأشرس الحروب، الحرب العالمية الأولى والثانية. ضاحية زيمون هي الثكنة المتقدمة لأوروبا المسيحية التي تدافع عنها. هنا جرت المعارك الشرسة والكبرى بين أوروبا وبين الجيش العثماني. أوروبا آنذاك كانت عائلة هابسبرغ النمساوية والإمبراطورية المجرية النمساوية، ومن الضفة الأخرى من الشرق الجيوش العثمانية. ما علاقة هذا المطعم في ضواحي العاصمة الصربية بلغراد بالصهيونية العالمية؟ ولماذا سميت هذه الضاحية ضاحية زيمون بمهد الصهيونية في العالم؟ هذا المطعم كان كنيسا يهوديا أداره وأسسه الحاخام يهودا القلعي. هنا كانت تعقد الاجتماعات وتجري النقاشات، وهنا زرعت بذور أفكار تأسيس الصهيونية المعاصرة ولجوء اليهود إلى فلسطين كوطن بديل. في هذا الركن كان الحاخام يهودا القلعي يضع التوراة ليستقبل بيت المقدس القدس، لأنه يتجه نحو المشرق. الآن أصبح الشارع الذي يضم هذا المطعم باسم الحاخام يهودا القلعي، وهذا كنيس تحول إلى مطعم اسمه ساج، وهو مطعم مشهور. على هذه التلة في ضاحية زيمون قرب بلغراد أبحث عن المقبرة اليهودية. هذه مقبرة مسيحية كبيرة، كانت هناك مقبرة للمسلمين لكنها اندثرت، كان العثمانيون يدفنون فيها جنودهم، والمسلمين الذين كانوا يعيشون تحت الإمبراطورية العثمانية هنا في صربيا. سأقف على القبور اليهودية، خصوصا قبور الشخصيات الكبيرة، لأفهم لماذا اعتبرت ضاحية زيمون معقل الصهيونية المعاصرة، ولماذا أنشئت بعض النوادي الإسرائيلية هنا مثل نادي مكابي. تصور أنه أنشئ في العشرينيات. فالمقابر هي التي تحدد من كان يسكن الأرض، ومن كان مسؤولا، ومن كان معروفا، ومن كان مشهورا. فالمقبرة صامتة لكنها تتكلم. في هذه هي التلة في المقبرة اليهودية تدفن هنا شخصيات يهودية مهمة. لماذا مهمة؟ لأنها تؤثر في هذا العصر الذي نعيشه، في حياتي أنا، في حياتك أنت، خصوصا نحن الذين ننتمي إلى المنطقة الإسلامية والعربية. في المقبرة اليهودية في ضاحية زيمون قرب بلغراد يرقد سيمون هيرتزل. سيمون هيرتزل هو جد ثيودور هيرتزل، مؤسس الصهيونية المعاصرة. سيمون هيرتزل عندما تزوج زوجته ريبكا باركها الحاخام يهودا القلعي. الحاخام يهودا القلعي نظر للاستيطان في فلسطين، وبدأ عمله بإنشاء جمعيات تحث على الاستيطان. سيمون نقل هذه الأفكار وكتب الحاخام نقلها إلى ابنه يعقوب أو جاكوب، وابنه يعقوب هو والد ثيودور هيرتزل الذي هاجر إلى بست، وهي الناحية الشرقية لبودابست، وخلف ثيودور هناك وأصبح يناظر للصهيونية المعاصرة. هذا هو قبر ريفكا هيرتزل، هي زوجة سيمون هيرتزل وجدة ثيودور هيرتزل، وقد بارك زواجها من سيمون
الحاخام يهوذا القلعي هنا في الكنيسة اليهودي، كيف وصلت الأفكار من أجداد هرتزل إلى ثيودور في بس أو في بودابست وفي فيينا عبر جيلين تقريبا؟ كان هناك كنيس يهودي تحول إلى مطعم، الكنيس أسسه وأداره الحاخام يهوذا القلعي. يهوذا القلعي كان من الأوائل الذين نظروا للصهيونية وكتبوا عنها، ومن كتاباته وأفكاره وصل الكثير إلى سيمون المدفون هنا وهو جد ثيودور. سيمون نقل أفكاره إلى يعقوب أو جاكوب وهو والد ثيودور هرتزل. فالكتب التي تركها يهوذا القلعي والأفكار التي تركها أثرت بشكل كبير في عائلة هرتزل وفي المحيطين بالعائلة وباليهود الذين عاشوا فترة هنا في زيمون. جيتوا يهودي لأنهم كانوا يهربون من سراييفو من البوسنة التي كانت تحت الإدارة العثمانية والتي تفرض شروط قاسية. حتى في زيمون هنا فرضت على اليهود شروط قاسية لكنها لم تكن مثل الشروط التي فرضت عليهم في سراييفو. فهنا سمح لهم ببناء الكنيس، كنيس لليهود الأشكناز وكنيس لليهود السفرديم وهو الذي أسسه يهوذا القلعي، وعاشوا فترة حاولوا فيها تأثير على اليهود سواء هنا في البلقان أو في أوروبا لينظروا أو يساعدوا على الهجرة إلى فلسطين. في ذلك الوقت فلسطين كانت خيارا لكنه ليس أوليا، كانوا يتحدثون عن وطن يضمهم وليس وطن يهودي. يعني هناك خلط بين الدولة اليهودية أو وطن يسكنه اليهود. اليهود في ذلك الوقت كانوا يتحدثون عن أرض تضمهم سواء في أوغندا، في الأرجنتين، في أمريكا اللاتينية، في حتى المغرب أو في فلسطين، لكن فلسطين كفلسطين لم تكن الأولوية بالنسبة لليهود. يهود القلعي كانت فلسطين هي الأولوية. لماذا؟ لأنه درس هناك في القدس، لأنه كان يسافر كثيرا إلى القدس، حتى أنه التقى بشخصيات مهمة في تركيا ودعاها، شخصيات يعني مسؤولة ومؤثرة، وناقش معها موضوع هجرة اليهود إلى فلسطين. وعندما أحس بأن السلطات تضيق عليه هنا في صربيا الحالية هاجر مع زوجته إلى القدس وعاش هناك ودفن هناك وأسس جمعيات ساعدت الاستيطان في فلسطين. قد تستغربون إن قلت لكم أن هذا الشارع وهو باسم مؤسس الحركة الصهيونية ثيودور هرتزل يقع في ضاحية زيمون في بلغراد. الصهيونية في عالمنا العربي والإسلامي مرتبطة ببولندا وربما بأوروبا الشرقية، لكن اليهود يعتبرون أن زيمون هي مهد الصهيونية ويحتفلون بذلك. فالرئيس الإسرائيلي زار بلغراد في عام 2018 ودشن مع رئيس صربيا هذا الشارع، وهناك علاقات جيدة بين صربيا وبين دولة إسرائيل. لماذا؟ لأن اليهود عاشوا هنا. جذور الصهيونية المعاصرة والسياسية غرسها الحاخام يهوذا بن شلومو القلعي في عائلة هرتزل. فجد هرتزل كان يعيش هنا في هذه الضاحية، ضاحية زيمون، وأورث الأفكار أو زرع جذور الصهيونية في ابنه يعقوب. يعقوب قام بدوره بغرس جذور الصهيونية في ابنه ثيودور هرتزل. فالحاخام يهوذا القلعي هجرت عائلته من الأندلس إلى سراييفو، وهي عائلة حاخامات وهم من اليهود السفرديم. فيهوذا القلعي صار حخاما لهذه الضاحية، ضاحية سيمون، وعمره لا يتعدى 27 عاما، وكتب عن حق اليهود في اللجوء إلى فلسطين أو في حقهم في دولة في فلسطين وتأسيس وطن قومي لليهود، وذلك قبل 90 عاما من وعد بلفور و70 عاما من أول مؤتمر للصهيونية في بازل السويسرية. فكل هذه الأفكار جمعها في كتاب أو كتيب سماه منحة يهوذا، وهذا الكتيب كان يقرأه جد ثيودور هرتزل الذي كان يعيش هنا ورائي بيت سيمون هرتزل
وهو جد تيودور هيرزل، كان يسكن هنا في ضاحية زيمون في بلغراد. ونقلها إلى ابنه يعقوب، ثم يعقوب نقلها إلى ابنه تيودور. تيودور ولد في بيودابست وعاش في فيينا ودرس الحقوق هناك وانخرط في الحركة الطلابية، تأثر بالأفكار الصهيونية وتأثر بالحركة القومية اليهودية، لكن جذور الصهيونية غرست هنا في هذه الضاحية. من المعروف أن تيودور تأثر بقضية دريفوس، وهو الضابط الفرنسي اليهودي الذي اتهم بالباطل أنه يتعامل مع النازيين. هذه القضية أثرت فيه كثيرا وتأثر بالكثير من الأفكار من حرامات ومن مفكرين يهود، لكن جذور الصهيونية غرست هنا في عائلته في زيمون. لا أخفي عليكم بأنني جئت هنا لأجيب على بعض الأسئلة، لكنني وجدت أسئلة أخرى تحيرني. لكن على الأقل وضعت يدي على رؤوس الأقلام، ويمكن أن تستفيدوا من هذه التجربة وتبحثوا في تاريخ هذه الضاحية. أبناء المنطقة من المحيط إلى الخليج كانوا يعيشون تحت عباءة الإمبراطورية العثمانية التي حكمت حتى ضاحية زيمون وأجزاء كبيرة من البلقان، وتنازعت هذه الأراضي مع الإمبراطورية النمساوية المجرية. فصور الضربات التي يتلقاها أبناء المنطقة وصور المهاجرين من شمال إفريقيا ومن الشرق الأوسط وهم يساقون إلى السجون وإلى المحتشدات هنا في أوروبا، كلها تطرح أسئلة: لماذا يحدث كل هذا لأبناء هذه المنطقة؟ فيبدو أننا نعيش نتائج وليس أسباب، نعيش نتائج أخطاء، هزائم، سوء تخطيط حدث في نهايات القرن العشرين، وانتزعها الآخرون الفرص وخططوا لأبنائهم فصارت لهم دول قوية تتحكم في مصير العالم وفي مصيرنا في مصير المنطقة. هناك رمزية بارزة في متحف بلغراد العسكري، كل هذه الأسلحة وهذا العتاد وهذه الصواريخ تتجه نحو الشمس، الشمس تشرق من هنا يعني نحو الشرق. الشرق دائما ما كان مصدر تهديد لبلغراد، سواء الصربية أو الإمبراطورية المجرية النمساوية، كانت الجيوش العثمانية أو التركية ترابط هنا، وأول انتفاضة للسرب ضد التواجد العثماني كان هنا في هذه القلعة، والانتفاضة ضد الشرق لا تزال تمنح تمدد الشرق نحو الغرب، نحو أوروبا المسيحية، نحو أوروبا القديمة. الحدود المجرية الصربية مدججة بالأسلاك الشائكة لمنع تمدد الشرق نحو الغرب، والعدو الآن هو المهاجرون غير النظاميين الذين يهددون أوروبا في وجودها حسب الأوروبيين وحسب الصرب.